والتعاملات في الأسواق الآسيوية. إذن كما ذكرنا أن قلبت، تغيرت الصورة تماما ماري، صح؟ صحيح فعلا، يعني طاقة إيجابية ما حدا كان متوقع من وين إنها تطلع. إيجابية إيجابية إيجابية، هيك بلشنا. خليكي على هالوتيرة. صحيح فعلا، وأنا حبلش كمان بطاقة إيجابية، وحنبلش بس بطرح لموضوع الطاقة كيف كان لهلأ أفضل سلع أداء بعام 2021. بحسب ما مبين قدامنا، قطاع الطاقة ب 2021 صار مسجل تقريبا ارتفاعات وصلت ل 77%، بالوقت يلي جميع السلع الأخرى مثل المعادن الثمينة وقطاع الزراعة كلها عم بتسجل تقريبا ارتفاعات ب 22 و15% على الزراعة. المؤشر العام تبع بلومبرغ لقطاع السلع كان مسجل 22% معدل ارتفاعات منذ بداية العام، ولكن المعادن الثمينة اللي كنا صارنا فترة عم نذكر انه هي اكثر شيء على تراجع، مسجل تقريبا تراجع بحدود 8%. ارتفاعات اجمالا القطاعات الطاقة او حتى السلع بالاجمال والاسهم تبعت نوع من الإيجابية عند المستثمرين، ولكن الصورة كانت جدا مغايرة امبارح بالأسواق الأوروبية. يعني امبارح شدنا شوية ضغوط على المؤشرات ككل، كانت جميع المؤشرات الأوروبية عم بتسجل تراجعات، وصلت التراجعات لتقريبا 1.5% إذا بدنا ناخد كمعدل بين الفوتسي واليورو ستوكس والداكس والكاك 40، ولكن هيدي التراجعات كانت أسبابها سبب الرئيسي هو الارتفاع بقطاع الطاقة أو أسعار الطاقة، يلي هو بالنسبة للمستثمرين بيأثر على الدخل تبعهم، خاصة في ظل التضخم يلي ممكن انه يكون اثاره جدا طويلة الامد بالفترات اللي جاية. ولكن هيدي كلها كمان بتنعكس نوع من التصحيحات يلي نحن كنا عم نحكي عنها بفترات سابقة، خاصة من بعد الارتفاعات القياسية اللي سجلتها المؤشرات الاوروبية وتحديدا يورو ستوك 600 بشهر اوغست من 2021. الاسواق الاوروبية اجمالا عم بتكون ايجابية، ولكن ممكن انه تشهد ضغوط معينة بفترات بسبب يعني تصحيحات او جني ارباح من قبل المستثمرين. الاسواق الامريكيه من ناحيه اخرى كانت عم تسجل ارتفاعات امبارح، منا ارتفاعات جدا عاليه يعني تقريبا بحدود 0.5%، ولكن قدر الاس ام بي امبارح انه يمحي الخسائر اللي كان سجلها باليومين اللي سبقوا يلي هي تقريبا وصلت ل 1.3%. من ناحيه اخرى الاس ام بي تحديدا اذا بدنا نجي نحكي عنه، في اكبر شركات التكنولوجيا اللي موجوده فيه يعني اللي هي تسمى بالفانجز واللي أكبرها هي مثلا فيسبوك وأمازون، كانت مؤخرا عم بتسجل إذا بدنا نجي نقارن الربحية تبع هذا المؤشر تبع الفانج مع مؤشر اس ام بي، عم بسجل يعني السبريد بيناته عم بيكون بأدنى مستوياته، حيث أنه إذا بناخد ربحية الشركات تبع الفانج اللي هي هلأ عم تتداول 28 مرة نسبة الأرباح أو 28 مرة زيادة عن نسبة الأرباح، بالوقت يلي الأس أم بي 20 مرة. السبريد يلي صار موجود عندنا صار جدا ضئيل، يعني وصل بين 6 و8 نقاط، يلي هي تقريبا نفس المستويات يلي كنا نحن شاهدينها بال 2018. بس بحسب الرسم البيان اللي مبين قدامنا من بعد هيدي التراجعات يلي نحن عم نشوفها، عم بسجل الفانج أو هيدا السبريد عم بيرجع يرتفع، يلي هو بيعكس ارتفاع بأسعار أو بقطاع التكنولوجيا تبع الشركات الكبيرة يلي موجودة. فما حدا بيعرف، يمكن الإيجابية مثل ما ذكرت سبا تضلها مكملة لقدام، وخاصة على قطاع التكنولوجيا يلي كان عم يشهد ضغوطات. من ناحية أخرى من بعد الأسواق الأمريكية في عنا الأسواق الإيجابية جدا اليوم، أداء عم بيكون الأسواق الآسيوية، عم نلاقي ارتفاعات على هانغ سانغ وصلت ل 2.4%، والنيكاي 225 كمان عم يسجل تقريبا 0.5%. هلا قلب شوي الأداء تبع التوبكس بطوكيو، عم بيكون في شوية تراجعات، ولكن الملفت أنا اليوم بأخبار الآسيوية كان في عنا شركة بالصين، رغم إغلاق الأسواق المالية الصينية لغاية بكرة، يعني بكرة الافتتاح من أول وجديد، كان في شركة العقارات الصينية القابضة يلي هي Chinese States Holdings، كانت اليوم أعلنت عن نيتها أن هي ترجع تأخذ الشركة تقلبها لشركة خاصة to go private again. هلأ إذا بنجي نطلع يعني في شغلة ملفتة إذا بنطلع عليها، بنلاقي أنه الشركة عم بتقدم عرض على 4 هونغ كونغ دولار، بالوقت يلي كان آخر إغلاق مبارح للسهم عد $2.98، وهلأ آخر تداول كان عم بيكون على $3.78 من بعد الارتفاعات اللي شهدها السوق أو اللي شهدها السهم بهونغ كونغ من بعد ما أعلنت الشركة نيتها. ولكن الملفت بهذا الموضوع
مين هي هيدي الشركه؟ الشركه وقت بنيجي نطلع عليها حنلاقي انه تقريبا عندها 4.4% من الهولدنجز تبعها، هي عفوا تملك 4.4% من ايفرغراند، الشركه اللي مؤخرا اعلنت عن افلاس او حتى تخلفها عن تسديد ديون. شو اللي بيخلي شركه مثل استيت ان تشاينيز استيت انها هي تروح برايفت اجين؟ هي الفكره انه اذا بنيجي بنقارنها مع بقيه زميلاتها او الشركات المماثله لها بالقطاع، حنلاقي انه شركه تشاينيز استيت هي أسوأ اداء كان لها بالخمس سنين اللي قطعوا، يعني ما عم نحكي فقط بال 2021. ونحن كنا ذكرنا سابقا انه ايفرغراند وغيرها من شركات التطوير العقاري الاداء اللي وصلنا له لإله اليوم او المصير اللي نحن وصلنا له لإله اليوم منه نتيجه اداء ال 2021 او تاثيرات التغيرات اللي صارت بال 2021. هي اداره معينه للشركه على مدار سنين ادت لليوم انه نحن نكون عم نواجه هيدي الصعوبات بهيدي القطاعات، ولكن هذا كله ما غنى الأسواق عن أن تأخذ أخبار معينة بإيجابية، وهي بتتعلق بسقف الديون يلي ممكن أنه يعلن عنها بأمريكا، وحتى أنه المستثمرين أغلبهم صار في عندهم نوع من الإيجابية. وبأمريكا بحسب التقارير كمان في عنا كثير بيانات بتحث صناديق الاستثمار ومدراء صناديق الاستثمار انه هن يستثمروا بالصين اللي هن صاروا بيعدوها انه شوي صارت اندر فاليود او انه فيها قيمه للمستقبل، حيث انه بشهر اوغست بشهر 8 من 2021 سجل الاستثمارات او صافي الاصول يلي استثمرت بقلب الصين ارتفعت ب 43%، يعني تقريبا 13 مليار دولار عن ما كانت عليه في العام السابق. نحن ممكن نطلع نلاقي انه الاسواق عم تنهار وانه ما في عنا قيمه بهذه الاسواق، ولكن بحسب الدراسات القيمه مخبيه يمكن بالاسواق الصينيه، وممكن انه نرجع نشهد لها ارتفاعات بالفترات اللي سابقه اللي جاي لقدام. بعد الايجابيه سبب مستمره بقلب الاسواق، متوقع انه اليوم شوي نرجع نضل مكفيين بنفس الوتيره، ولكن الواضح انه بحسب اللي شفناه بين اوروبا وامريكا ما عم بتكون الاداء عم بيكون متفاوت، ما عم بتكون يعني الصوره واضحه 100%، ولكن نأمل أن الضلة الإيجابية موجودة خاصة مع اقتراب البيانات اللي بدأت تصدر من أمريكا. لا شك ماري هذا التذبذب يأتي نتيجة تكاثر العوامل، وبعضها عم بيكون إيجابي وبعضها عم بيكون سلبي وعم تتغير من يوم للتاني. السؤال الكبير اللي عم ينطرح هالأيام فعليا أنه إذا كانت الصين ما زالت سوق ممكن الاستثمار فيها ولا يجب الابتعاد عنها بالوقت الحاضر؟ صحيح، هلا هي كلها وجهة نظر يعني فيما يتعلق بالأسواق، وهي هذا اللي بتخلق أسواق إنه تباين بوجهة النظر، ولكن الواضح إنه بالنسبة لصناديق الاستثمار والإي تي إف اللي موجودة بأمريكا سبب صار في عنده نوع من يعني عم بيشجعوا المستثمرين إنه يدخلوا بالأسواق الصينية خاصة من بعد التراجعات. هلا في منهم بخافوا إنه المشرعين عم بحطوا قوانين معينة وعم بجربوا يخصصوا من الشركات أو القطاعات اللي موجودة، ولكن بالنسبة كثير هيدا ممكن تكون عامل ايجابي بيعطينا نوع من الطمأنينة للاداء الجاي لقدام. يعني احنا حكينا كثير بالعدوى، عدوى من اللي عم يصير بالصين وداخلي خارجي، والهيئة بالفعل بانه في عدوى ممكن يعني التخوف انه ياثر اللي عم يصير بالصين على الاقتصادات العالمية. شكرا لك ماري. شكرا سب.